حاطين زين صافي هي راه نحن من الجزائر. يا هلا يا هلا. عايشك مهلا بيك. أعطينا كلمة عن المغارة هذه وقصة المغارة هذه. يا المغارة طبيعية نحتاج الماء كله بداخل الجبل عمره حوالي 3 مليون سنة. ما شاء الله. هلا في دليل حتى شاحب وكل شيء هلا بالداخل كمان. أوكي. أوكي وأهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا. يا هلا يا هلا. أهلا وسهلا فيك. فينا دلاش هذو هم المغارة كان بردين همان كان يكتر منك بردين بزيان نعم يتهيك نسبة لوجودة بضيعة عين مزين اكتشفت عام 2003 وبلشت تستقبل زوار عام 2006 نحن نمشي سوا على حوالي 426 ما تتدخل صفرة واحدة وأكيد فيكم تصاروا إذا بتحبوا أن تنسوا هي كانت عبارة عن مجرى عن؟ مجرى مي قديما مجرى مي مجرى مي مجرى مائي اوكي اوكي هي عباره كانت عن مجرى مائي ثم تحولت الى مغاره تاريخيه في لبنان عمر المغارة مليونين ومئتين وخمسين ألف سنة وكانت عبارة عن مجرى مي وضلي في المي تنحت فيها مليونين ومئتين وخمسين ألف سنة إذا بتطلعوا على الشمع الكاسية رح تشوفوها مثل رأس القبعة هون هون هاي فيكم توقفوا هيك وبتطلعوا هيك هوني عنا سلال مي طبيعي وجود داخل المغارة مي تعصبي ونضيف وسالحة للشرب رح نشرب منه من هي الجو روعة بتحب تشرب منه؟ كاتبان لك في الفيديو الضوء 5 سم في وش اوكي ما بيعمل كتير زوم مثل ما وعدتكم في اول الجولة انكم رح تشربوا من مية المغارة هالمي اسمه مية الشفاء هاي الجرة بتعبي كل 8 ساعات مرة من القطرات اللي عم ينزلوا من فوق انا مختل لنا وينو؟ انا مشان الله هيا مبوع الامنيات انا ديك حاطين صور ده فلوس نعم هدوك فلوس لا 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 زعما امنيات شكرا على الجولة بارك الله فيك انت بيض ديناصور متحجر هذا
كلب البحر متحجر. وآخر كلمة مش هي؟ يلا تفضل في مرة تب. شكراً.